مغاربة عملوها في قطر، المغاربة عملوها في قطر. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة ديت؟ داخلين صواريخ يا اخوانا. لا صواريخ صواريخ، ده واحد ورا التاني، واحد الاولاني الجول الاولاني جه في الدقيقة 4، يعني لسه بنقول بقول لك بنسخن، راح التك في الدقيقة 4، وبعد كده في الدقيقة 23 التاني ورا بعض كده يا اخوانا. ايه العيال داخلة؟ ايه مكان داخل الملعب؟ حسنة بتجري، رهوان بيجروا، ايه الجمال ده يا اخوانا؟ ايه ده؟ عايزين نشوفكم بقى وانتوا شايلين الكاس بقى. السعودية طلعت، خلاص السعودية طلعت، فرحنا بالارجنتين، خلاص جبنا شوية ايس كريم وفطير مشلتت وشوية جبنة قريش وكنا وفرحنا بقى. قطر طلعت، طب ايه تونس برضو؟ طب ايه هنعمل؟ ايه هنعمل؟ ايه فاضل لنا المغرب، بنلعب على ورقه ربحانه. المغاربه اخوانا عملوها، شويه بلجيكا وبعد كده كندا. طب اللي جاي ايه؟ طيب العيال نازله صح، دول بيفكروني بالعلاقه الحميمه اخوانا، العلاقه الحميمه لما بيكون الراجل مع الست مع المدام، وفي بعض العلاقة الحميمة الست بتنام بعد العلاقة على طول بتنام. تبقى انت كده شغال صح، بتعرف على طول ان انت شغال صح، يبقى المغاربة شغالين صح لحد دلوقتي صح. اللي جاي ايه ما نعرفش، بس نتمنى من الآلهة وإزيس وأوزوريس وحورس والأخ تحطمس التاسع ان المغاربة يكملوا ويجيبوا لنا كأس العالم بقى. Why not us؟ ليه مش احنا؟ ليه احنا ما ناخدش كاس العالم يا اخواننا؟ ليه؟ الله، ده احنا اتجمعنا في قطر، كل الدول العربية بقت تشجع بعض لأول مرة يا اخواننا، يعني على الأقل جمعتنا الكورة. الفلسطيني بقى يشجع السعودية، المصري بقى يشجع قطر، السعودي بقى يشجع المغرب، الدنيا كلها اتجمعت يا اخواننا، كل ناطقي لغة أضداد اللغة العربية بقى يشجعوا بعض، على الأقل حاجة اتجمعنا. يبقى كده champions play as one. الابطال يا اخوانا بيلعبوا كواحد، الفرقه كلها بتلعب كواحد، عضو واحد، حاجه. هو ده التصميم، العزيمه في الفوز. احنا نوصل يا اخوانا، احنا نوصل، لازم يكون نفسنا طويل، مش فوزنا وخلاص ونفضل قاعدين وبعد كده نطلع. لا، الحلو بقى انك تكمل وتجيب الكاش دوت وترجع لبلدك زي الفل، ترفع راسنا بقى، الله يكرمكم بقى، حتى يطلع لنا شعر، يعني نرفع راسنا نحس كده ان احنا يا اخوانا اهو، يعني اهو العرب جايبين كاش، مش رايحين بقى نضرب بقى الكاشين ونقعد مع توتو وسوسو ونقضيها ونرجع. مش ده اللي بيتم؟ Play hard, smart, and together. Do it now. Do it right. الفريق ده صح. الفريق ده بيلعب صح، متدرب صح، الفتنس بتاعه حلو. بيخطف الكورة بسرعة ويرزع. الرزع صح. الرزع على الكيف. الرزع لسه. المغاربة جايين، خلي بالك. المغاربة جايين باين. ما انت ممكن تقرا الكتاب من عنوانه. You can read the book by its cover. بتقدر تقرا الكتاب من عنوانه. العنوان باين. العيال دي صح. يبقى نتوقع ايه؟ نتوقع ان شاء الله باذن الله كاس العالم في ايدينا يا بشر. كفايه الصواريخ يا اخي اللي رايحه يا اخي، ده عيب. عيب يا بني ادم ان يكون في صواريخ بالشكل دوت وانت ترجع اصلا من غير كاس العالم. عيب يا بني ادم، انت صواريخ جو ارض يا شيخ، صواريخ. بس بقول لك اسلحه دفاع جو رايحه، اسلحه مدفعيه رايحه، يعني اللاعب لما يبص للبشريه ديت لازم يجيب جون يا اخي. ارزع صح، هات الجون يا بني ادم، ارفع راس بلدك. المغاربة together forever، مع بعض للأبد. حبايبي الطلبة بتوعي في المغرب، ألف ألف مبروك. الطلبة بتوعي اللي من المغرب، الطلبة الجالية المغربية اللي في أمريكا، ألف 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 مبروك. هو ده الشغل، هو ده شغل البروفيسور، الشغل العالي. تروحوا هناك تلعبوا صح، تضرب تجيب لي كاس العالم يا ريس، ما تروحش هناك تضيع وقت
wasting time. No, مش عايزين نضيع وقت. يعني مش بتوع وقت. Time is money. الوقت ده بفلوس. انتوا رايحين هناك ترجعوا يا اخواننا بكاس العالم تشرفونا كعرب، تشرفوا الأمة العربية في كل دول العالم. يلا خلوا الفلسطيني يفرح، خلوا السعودي يفرح، خلوا أي دولة، المصري يفرح، اللبناني يفرح، خلونا كعرب نتحد على حاجة واحدة حتى لو على كرة القدم. المغرب مبروك. أحلى حاجة يا بشر الفرحة، أحلى حاجة يا بشر النصرة، أحلى حاجة يا بشر إن أنت تكون فوق. خلي راسك فوق دايما، خليك فوق، اوعى حد يخليك تحت. انت مولود عشان تكون فوق. المغرب، المغرب يا بشر، لازم احنا نكون فوق، لان احنا نستحق نكون فوق. اللي بيتعب على نفسه هو اللي بينجح وهو اللي بيربح. المغرب. معاكم البروفيسور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه من الولايات المتحده الامريكيه. باي باي.